بالنسبة لهذه التركيبة بتدعمها بلاعبين آخرين، لأنه صراحة بتدعمها بلاعبين آخرين، لأنه صراحة أبانا على يعني مقومات يعني جيدة، سواء لاعبين خرجوا نوعا ما من تركيزهم على زي ما قلت لك على فريق فيتا كلاب، فريق جيد جدا، وعدم وجود امكانيات، وعدم المصري يلعب في الدوري المحلي وفي البطولات المحليه كانه بيسافر خارج ملعبه، صحيح. لا يلعب في ملعبه، اذا يعني ما وصل اليه حسام حسن يعتبر انجاز بصراحه. انا هفكرك البطوله الجديده الافريقيه اللي هتبدا تقريبا بعد اسابيع قليله، احنا عارفين ان في بطولتين هذا الموسم، لان الكاف عايز يعمل زي بطوله اوروبا. طبعا الهدف ده مش تسلل، واللعيبه في الملعب وقفت بشكل غير جيد، ويمكن الجهاز الفني اعترض على الكره لان هو مش شايف زي ما احنا شايفين، ولكن هدف صحيح. ومع الاندفاع ومع التغييرات اللي سابت مساحات في وسط الملعب وفي الخطوط الخلفيه، قدر فريق فيتا كلوب يستغل الفرص دي افضل استغلال. ملعب زي ده المفروض ان انت يكون تعاملك مع الكره جيد جدا، وخصوصا اللمسه الاولى، وهو ما لم يكن موجود او متوفر عند لعيبه النادي المصري. ولكن فرص، كان في فرص في الشوط الثاني، في كره في العارضه، في تالق للحارس الكاميروني. الدفاع الهجومي ادى لوجود ثغرات دفاعيه، شايفين الراجل ماشي براحته خالص، وفي كثافه هجوميه في اربع مهاجمين على الثلاث مدافعين. احنا بنتكلم عن الدقائق الاخيره، ولكن انت خلاص كنت خسران 2-0 وبتحاول تعوض. انا شايف الحقيقه ان احنا لا يجب ابدا ان احنا نبدا حوالي اللاعبين، طبعا نشكرهم ان احنا نهنيهم على الوصول الى هذه المرحله. وزي ما قلت لك على فريق فيتا كلاب، فريق جيد جدا، الملعب كان له دور كبير جدا. هكلمك عن خبره فريق فيتا كلاب في التعامل مع الهجمات المختلفه. بص، التحول بعد ما قطع الكوره، المفروض لعيبه النادي المصري تعمل فاول تكتيكي في مثل هذه اللقطات. في لعيبه بتخش مجرد الدخول، تأديت واجب. اللقطه دي تعتبر ثلاث مهاجمين على اثنين مدافعين، موقف غريب جدا، ولكن ما يحسب للاعيبه النادي المصري ان هم حاولوا وان هم جاهدوا، ولكن الحقيقه تركيزهم مع حكم المباراه وتركيزهم في الحصول على ضربه جزاء اثر كتير على مستواهم. اللقطه دي يمكن انا اخترتها، اخترت هذه الحاله ابين لك خبره المدافعين وقدرتهم على اللعب على مثل هذه الملاعب. بص الراجل باك هيعمل ايه، بص هيقيد ايده ورا ظهره ازاي علشان ما يديش فرصه للحكم او ان الكره تيجي في ايده، لان هو عارف الملعب، صح. طبيعه الملعب ارض النجيله الصناعيه وخصوصا مستهلكه زي ما احنا شفنا، غير النجيله الطبيعيه اللي انت بتلعب عليها، انت مش معتاد على مثل هذه الاجواء. فانا شايف ان لعيبه فيتا كلاب تحديدا المدافعين، مش عايز اتكلم عن خط الهجوم القوي جدا، المدافعين عندهم خبره وعندهم قدره على التعامل. انا كمدافع فريق منظم تكتيكيا، الكفرنج والتغطيه والميلان، الحاجات دي مش موجوده عند اي فريق افريقي. الفريق ده معدي اداء جيد ومرشح فوق العاده انه يفوز بهذه البطوله بالفعل. يعني اذا كابتن عبد الكريم، الخبرات هي من فرقت كما تحدثنا في بدايه الاستوديو. الفارق الكبير بين لاعبي فيتا كلوب ولاعبي المصري هي خبرات المواقف الصعبه، خبرات الادوار الحاسمه. المصري استطاع ان يتالق امام اتحاد الجزائر بجزائر وفاز عليه 1-0 ببورسعيد، وفاز عليه بالجزائر رغم خبرات لاعبي اتحاد الجزائر، لكن واضح ان فيتا كلوب من اكثر الفرق تنظيما والتنظيم التكتيكي في هذه البطوله، خاصه لما يكون هو متقدم بالنتيجه، صح، يصبح صعب المنال. ولكن اليوم انا صراحه فيها بعض من الاخطاء التي لا يجب وقوعها فيها، خاصه على هذا المستوى. لاعبين خرجوا نوعا ما من تركيزهم على المنظومة الدفاعية، خاصة لو نشوفوا الهدف الرابع اللي سجلوا ماكوكو، نشوفوا انه لاعبين الارتكاز هو عمرو موسى وفريد شوقي هما اللي كانوا من وراء تقريبا، كان محور الدفاع كوفي صعد، الاطراف كذلك ما غطاوش. وفي هذا المستوى هذا شوف دخوله وراء كوفي راه وراء تقريبا في الارتكاز، اللي راه في المحور الدفاع ثنائي وسط الميدان، يعني شوف لهنا 2-1 والمحور خروج عبد الموجود. انا اقول انه خطا كبير في الكوتشينج. انا تمنيت تكلمنا على في الفتره الاول، يعني لا تمنيت لو خرج احمد شكري تخلي انت يتوازن في المنظومه الدفاعيه نتاعك، لانه محور الدفاع هو خط او منطقه حساسه للتوازن للكتله بصفه عامه. ولكن في المقابل انا نقول الحاله اللي اخترناها او اللي اختارها هيثم بالنسبه للاوفر اللي داروا جبريل من احسن الحالات في تدرج الكرة، كرة قصيرة بينية سريعة، ولكن الحركة الأخيرة هي نوعا ما التي كانت تنقص فريق المصري، لأنه كانت عدة حالات ولكن الحالة الأخيرة ما كانش يعني في مستوى الحدث. والتركيز مهم في هذا
في هذا المستوى اخي احمد. انا عموما نقول انه استثمار بالنسبه للفريق المصري من خلال لاعبين مغمورين اللي وصلوا للنصف النهائي في ادوار ولا يمتلكوا اي خبرات افريقيه من قبل. هذا لعبة بالكامل تقريبا لم تلعب في الطرق. انا اعتقد انه من خلال هذه المباريات فريق المصري قادر يدعم صفوفه بلاعبين اخرين، خاصة انا نقول في الـ في الـ في الـ في القطر الامامي، يعني في الخط الامامي. لا في مشكلة كمان كابتن عبد الكريم وهو معذور فيها حسام حسن، ان هذه القائمة قائمة منقوصة لفريق المصري في هذا المشوار. بعض اللاعبين واللاعبين المميزين في الفريق من الموسم الماضي اللي بدأوا معاه البطولة تم بيعهم لأندية أخرى. تكلمنا ولم يتم تعويضه، يعني هي مشكلة يعاني منها. وهذا أشرنا إليه في البداية أنه دكة الاحتياط مهمة. ولو نشوفوا احنا فلوران دخل في الكوتشين نتاعو نجح نوعا ما، ولكن الشيء اللي نقول انا 4-0 نتيجه كبيره. انا تمنيت لو من الجانب الاستراتيجي فريق المصري يلعب على حسب مقوماته التي ابان عليها في خلال المباريات السابقه، يعني المداومه على التركيز التام بالنسبه للكتله. هو خرج الكتله تفكت، يعني التربط اللي كان بين الخطوط، وهذه فرصه ايضا فرصه من الفرص التي كانت ممكن تكون هدف، لكن ايضا تمركز جيد من لاعبي فريق فيتاك. ولكن لو تشوف الهدف اللي سجله فريق بركان مباراه الاياب في بركان في الدقيقه السادسه على كره ثابته، وشفنا في الشوط الاول انه فريق المصري كان قادر يسجل خاصه على الكره هذه الداخليه اللي جايه على الاطراف، لان لاحظنا انه فريق فيتا كلوب تمركز تاعو ضعيف، سديدات ما شفناش سديدات كثيره، ومن الحارس المرمى صراحه يعني يلعب بكل راحه. ولكن انا نقول بالنسبه لمباراه اليوم الهدف المبكر 6 دقائق انت تتلقى هدف نوعا ما اربك فريق. من الجانب النفسي الفريق المصري ما كانش ينتظر انه يتلقى هدف بتلك الطريقه، كره ثابته، يعني حتى واحد ما كان ينتظر انه فريق فيتا كلوب قادر يسجل بهذه الطريقه. والهدف هذاك اربك نوعا ما التغييرات اللي قام بها نقول يعني حسام حسن، لانه هنا بعد ما عينا شخصنا نقدروا نتكلموا انه الفريق فقد نوعا ما التوازن تاعو خاصه في وسط الميدان، لانه احمد شكري انا تمنيت له هو اللي خرج ممكن يحافظ على التوازن التكتيكي خاصه محور الدفاع. وشوفوا الهدف الخلل بخروج قلب الدفاع مع عبد الموجود، وشوفوا الهدفين منين سجل حتى عبد الموجود القامه نتاعو الارتقاء الصراعات الهوائيه مع وجود وادي مع وجود جمعه كان قادر من خلال الكره الثابته يسجل جول، ولكن خروجه مغامره تمام. وهذا انا نقول هارد لك الفريق المصري، نتمنى ان يكون استقرار بالنسبه لحسام حسن بالنسبه لهذه التركيبه بتدعيمها بلاعبين اخرين، لانه صراحه ابان على يعني مقومات يعني جيده ومقومات اللي تخليه يعني ربما يتشجع للمواصله والمداومه في هذا المستوى. مشيئه الله كابتن عبد الكريم، شكرا لك وشكرا كابتن حسن فاروق. وهكذا مشاهدينا المصري يودع هذه البطوله من الدوره نصف النهائي بعد ان وصل الى هذا الدور، جاز كبير لفريق المصري. المصري قدم مردود طيب للغايه، ولكن واضح ان فارق الخبره لهذا الفريق المخضرم افريقيا فريق فيتا كلوب هو من اقصى المصري، الفارق فقط في خبرات اللاعبين. المصري يفشل في تجاوز الدور نصف النهائي في البطولات الافريقيه للمره الثالثه في تاريخه، مرتين من قبل، مره في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه وخرج عام 99 من امام الافريقي التونسي، ومره اخرى في عام 2002. اذا المره الثالثه المصري البورسعيدي يفشل في الوصول الى المحطات النهائيه، مره طبعا 2002 خرج في كاس الاتحاد الافريقي من امام شبيبه القبائل الجزائري، وخرج من امام الافريقي التونسي في بخساره 4-0، لكن في 2002 اذا المره هي وصول المصري بهؤلاء اللاعبين الشبان بهذا المدرب القدير حسام حسن الى هذا الدور يعتبر انجاز، فريق حقق حتى الان انجاز جيد. فطبعا يعني شكرا لحسام حسن ولاعبيه على هذا المجهود. نذكركم مشاهدينا الاربعه اهداف في هذا اللقاء. البدايه كانت مبكره لفريق فيتا كلوب عن طريق اللاعب نجوي في الدقيقه 6 من بدايه اللقاء، وفي الدقيقه 38 خطا فادح من المدافعين، وبعد التغيير عبد الموجود وهناك خلل في النواحي التكتيكيه في هذا التوقيت استطاع الاربعه اهداف في
المطلوب ان يسجل هدف رائع عن طريق نفس اللاعب نوجوي في الدقيقة 38. في الشوط الثاني استطاع فريق المصري ان يضغط وكاد ان يسجل، ولكن بكرة اعتمد فيها اللاعب المصري على انها تسلل، لكن استطاع طبعا اللاعب